في حياتي بتبكي يعني انا شيء محزن. شو بتحسي يعني؟ شو اللي هيك تشوفي؟ والله كلنا من قلبنا ينزفه بساعات يزون دي تخويتونا بي دمروا كل بلداننا واحنا بنشوف تعبي لي تيوريست او نون دو الله اكبر. ها مسخوا الاسلام، مسخوا كل شيء، باعوا نفسهم للشيطان. لكن ان شاء الله سوريا تبقى صامده ان شاء الله، رمز الصمود الاخير، ونعزي اخواننا في ليبيا يموتوا كل يوم. والله اللسان يعجز، يعجز اللسان على ما يرى ان شاء الله. اخي من فين صارت لك الحادثه هذه؟ بادلب ايادي الغدر ان شاء الله. احنا باسم الشباب العربي باسم الجاليه السوريه في اوروبا دائما نساندكم، ونعرف ان هذه المؤامره ان شاء الله سوريا ستبقى شامخه شبه عاجله، وان شاء الله سوف تقبر هذه المؤامره. يعني خلاص يعني هي في اخرها ان شاء الله، وسوريا ستنتصر، وانتصرت، والنصر هنا ان شاء الله. ولكن انتم يعني عملكم يكون اكثر لوحدة سوريا وأمن سوريا، ودائما سوريا شامخة شموخ الجبة، أمانة في أعماقكم. هي يعني آخر مركز يعني للنضال، هي مهد الحضارات، وهي يعني آخر مركز للمقاومة في العالم العربي. كلهم باعوا نفسهم للشيطان، لكن الشعوب والشباب كلهم يعون ومع سوريا قلبا وقالبا. الحكام في الجامعة العبرية لا يمثلون الشباب ولا يمثلون يعني الشعوب العربية، ما يفكر الشعوب. وهنا يعني بدأ العالم كله يعي ما يجري، والحمد لله. وتحيا سوريا دائما، ونحن هنا نساندكم قلبا وقالبا. السلام عليكم أخي، والله يشافيك إن شاء الله. أخوكم على الرحمة دائما إلى كل قنوات، إليكم الحكم. لا تستهلكوا هذا الإعلام الكاذب. اللهم إني قد بلغت، اللهم إني قد بلغت، اللهم إني قد بلغت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى كل صفحاتنا، وإن شاء الله النصر قادم. نحن مع أمن شعوبنا ووحدة أوطاننا، لا مع هذا ولا مع ذلك. والنصر دائما حليفنا، لأن الله معنا. السلام عليكم. مستشفى دمشق، أخوك معرفة مشاكل.